يقتلون جسدكم بعد ذلك ليس لهم ان يفعلوا شيئا فاكثر بلاء اعلمكم مما تخافون خافوا من الذي بعد ما يقتل له سلطان ان يلقى في جهنم نعم اقول لكم من يتخاف ما تخافوش من اللي يقتلكم بس خافوا من بعد كده ليه سلطان بعد الموت ربنا يسوع ركز على كلمة خاف مرتين مخافة ربنا مخافة ربنا في الأرض مخافة ربنا زي ما قال المسيح هي وصية وصية المسيح دي مخافة خافوا زي ما معلمنا بطرس الرسول قال كده اكرموا الجميع احبوا الاخوة خافوا بس الرسول يقول تمموا خلاصكم بخوف فأنا وسيموا زمان قربتكم بخوف إذا هي مخافة ربنا في الآن دي وصية ربنا لينا مخافة ربنا لأن ربنا ممكن يكون حنين علينا لكن ممكن في فترة تانية ممكن يكون شديد معنا حتى مع أولاده ممكن يكون شديد وحزن ربنا سمح لهم وقال لهم ان في طوفان قعد معاهم 120 سنه الرساله دي توصل لهم في طوفان في طوفان 120 سنه ربنا طيب وحنين 120 سنه لكن جه في وقت خلاص بعد ال 120 سنه كله هلك كله هلك بس الرسول بيقول آية جميلة أوي بيقول كده أن تستهين بغنى لطفه وإمهاله طول عناده يا عالم أن لطف الله إنما يقتضي إليه التوبة ساعات إحنا نتدلى على ربنا كتير زي ما الشعب أيام نوح اتدلع كتير 120 سنة ربنا عمال يبعتهم إنذارات ومع ذلك ما سمعوش إنذار ربنا طول عناده وعليهم كتير لكن ما استفادوش من طول عناد ربنا بل استغلوها استغلوا طول عناد ربنا استغلوا طول عناد ربنا وفي الاخر للاسف هلكوا في الطوفان شوفوا موسى النبي لما كان ربنا يقول لك موسى ده مش اي حد مش اي نبي يعني انا بتكلم معاه فما بفهم بالعيان اتكلم معاه موسى معجزات رهيبة رهيبة عصاية تشق بحر وعصاية تخلي النهر دم عصاية يبقى فيه بعوض عصاية يبقى فيه أمراض ايه ده؟ معجزات رهيبة محبة ربنا لموسى كبيرة جدا جدا لدرجة انه قال له انا عايزك تخدم معايا بعد سن الـ80 موسى قال له انا معرفش اتكلم سنة ما عرفش أتكلم قال له لا أنا أحط كلام على لسانك وخليه أقوم معاك يتكلم وكل الحب ده كله كل الحب ده كله وخط عملها موسى النبي ما سمعش كلام ربنا موسى لما الشعب هاتش برية وقال له موسى كلم الصخرة كلمها كلموا الصخرة هتنزل مية فموسى راح عمل ايه زي المرة الأولانية المرة الأولانية راح ضرب الصخرة بالعصا نزلت مية قال لك لا أنا هضرب بالعصا زي المرة اللي فاتت وفعلا نزلت مية بس ما سمعش كلام ربنا بس ما سمعش كلام ربنا طب ايه رد فعل ربنا معاك؟ قال له يا موسى أنت ولا هارون داخل الأرض كنعان لا أنت ولا هارون داخل الأرض كنعان طب موسى يا رب اللي انت يعني حنين عليه قوي بتحبه قوي قوي قال لك لا حازم دي غلطة يا رب يعني بسيطة انت حنين ما
بنسمعش كلامك. ياما كتير ما بنسمعش كلامك. ياما نقول لك تعالى نتصرف تقول لا. سامح لا. تعالى الكنيسه لا. توب لا. موسى اللي عمله انه بدل ما يكلم الصخره ضرب الصخره. فكان الرب ربنا موسى قال له ما يخشوش الارض كمان. شافوها بس من بعيد انه ما دخلوهاش. ما دخلوهاش. فاذا كان ربنا بيحبني اكيد موسى قال له يكون حازم. ما نستغلش محبه ربنا وطول انا ربنا علينا. شوفوا طول انا ربنا مع ابراهيم لما عرف ان ربنا ساعه فرصته مع مش 50 واحد. يقول له فيها 50 انا سامح. طب لو فيها 45 يقول له خلاص لو فيها 50. طب لو فيها 40 عادي فصل مع ربنا. ومع ذلك مفيش. راح الملاك الملاكين راحوا لوط وحذروه ربنا هيهلك المدينه. خد اسرتك واطلع. طب يا رب سامح. ولوط يروح يكلم اصهاره يقول الكتاب كان كما فعل اصهار انت متحرك ربنا يهلك ايه المدينه بتاعتنا دي. اما اخذهم من هنا والمدينه كلها خلف من هنا سنه وبعد حزم حزم. ربنا حازم زي ما ربنا محب البشر لكن ربنا في نفس الوقت بيبقى حازم. في مثل العذارى المسيح كان حازم. خمسه العذارى كانت ما دخلوش لان هم معهمش زيت. طب يا رب عشان خاطر طب شمال يمين لا. انا بحبك اه لكن برضه انت لازم تمشي في مخافتي. تمشي في مخافة ربنا زي ما ربنا يقول اسمع كلامه. شوفوا حنانيا وسفيرة على طول لما انزل تكسبان على الروح القدس. يا رب دي كسبة احنا ياما كسبنا او ياما كسبت وياما حلفت وياما شتمت. اذا عقاب ثوري كده يا رب عشان الكنيسة كلها عشان الكنيسة كلها تخاف. عايز أقول إن زي ما ربنا محب البشر زي ما هو حازم لازم أبقى عارف كده. يقول كده ربنا يسوع المسيح أما تعلمون أنكم هيكل للروح القدس. من يفسد هيكله يفسد الله. كلام صريح كلام صريح. مش عايزين نستغل رحمة ربنا ومحبة ربنا لينا ده بالعكس. نقول له رب نشكرك على محبتك لكن في نفس الوقت نتوب. فمخافة ربنا لازم تبقى في القلب. مخافة ربنا لأن أنا هقعد قدامه كديان عادل هنا ممكن أستغل رحمته ممكن أغلط وأتوب وربنا يسامحني لكن فوق قدامه خلاص أقف قدام عبد ربنا. شوفوا بقى مين اللي يقدر يقف قدام عبد ربنا؟ محدش. محدش يقدر يقف قدام عبد ربنا. بيجي في اليوم الأخير كل واحد يقدم كشف حسابه. أصل أو فصل أنا اديتك فرصة. زي ما بنصلي في القداس نقول إيه والظهور إيه السيد الآتي المخوف المملوك مدا المخوف المملوك مدا. كل واحد هيقف قدام كرسي المسيح يقدم حساب عن أعماله سواء كان خير أو شر. وهكذا من ينكرني قدام الناس أنكره. كلمة صعبة. من اعترف قدام الناس أعترف به. ففي وقت هنقف قدام ربنا كديان عادل. وإذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوب وأنا مرتعب من كسر ظلومي. لأن العمر المنقضي في الملاهي يستغرب الدينين كلنا
هنا نقف امام الباب الثاني يا جماعه فلازم نعلم بسرعه نخلص عشان المسيح قال كده ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. المسيح حذر حذر المسيح حذر لو الواحد ما تابش هيهلك مخيف النور وقوع في يدي الرب هو ايات تخوف لا ننكر محبة ربنا ولكن أيضا لا ننكر إن ربنا ممكن يكون حازم وعادل. الأشرار في حتة والأبرار في حتة. ربنا فاحص كل القلوب بتاع العالم كله فأنا مش هضحك عليه مش هضحك على ربنا. حتى ربنا لما في العهد القديم كان يقول كده لشعبه مش عايز تقدموا ذبائح وحاجات زي كده وانتوا في خطيتكم مش هقبلها لا تلذ لي. حينما تصومون حينما تصلون مش عايز صلاتكم أعيادكم مكرهة لي لأن مفيش خوف ربنا في العبادة. جايين يقدموا طقوس من بره بس طقوس من بره لكن القلب مليان بخطيه عشان كده قال لهم انا مش عايز اعبدكم. اعبدوا الرب بخوف اعبدوا الرب بخوف هو انا مش عايز اعبدكم لا تلذ لي. حينما تصلون اسدوا تاني مش عايز اسمعكم. ليه؟ لان العباده مش بمخافه ربنا مش بمخافه ربنا يدينا كلنا نكون لينا مخافة ربنا ونحطها قدامنا على طول كده عشان لما الواحد يبقى خايف ربنا يمشي صح وبالتالي يخاف على أبديته يبقى يحافظ على مكانه في الأبدية. ربنا يحافظ علينا كلنا لأن كل ما يكون على أبدية كلهم ضعفوا.